السلام عليكم، انا حمزه من ازيلال، عمري 16 سنه، مريض مرض السرطان. تعالجت هذه 4 سنين من 2014 وانا مريض. تعالجت 3 سنين تساليت ورجعني المرض عاوتاني، ومش ودتني ماما عاوتاني لمراكش السبيطار الملك محمد السادس. داروا لي التحاليل لقاو المرض رجع ب 90%، وقالت لي الطبيبه خصنا نديروا لك الدواء دابا، ولكن خصنا نحدوا المرض، ولكن خاصك عمليه ديال الزراعه ديال النخاع، وادي تطلب بزاف ديال الفلوس. وديت خوتي من مراكش داروا التحاليل، هما منطبقينش معايا، وقالوا لك خاصك العمليه على برا، وانا انا فقير وما عنديش باش ندير هاد العمليه. عندي ولدي حمزه بويسك، تيقرا في السنه التاسعه اعدادي، ومصاب بمرض سرطان في الدم، وبداه من 2014. بدينا العلاج ديالو، المهم بدينا التشخيص من ازيلال. ملي تشخص المرض مشينا لمراكش لمستشفى محمد السادس، تما فين اكتشفوا المرض اللي عنده. بدينا العلاج، تيدير شيميو. المهم في الاول فاش يلاه جاه المرض تشلل، ما بقاش تيتمشى، يعني بزاف ديال الاعراض كاينين. ولكن من بعد ما بدا داك العلاج الكيماوي، الحمد لله استجب مع الدواء، وانه تقبل المرض وكل شيء، يعني المسيره بقات ولات مزيانه الحمد لله. رجع ليه المشي، ولا تيتمشى، كل شيء بخير، كل شيء مزيان. درنا 3 سنين ديال العلاج عنده في داك البروتوكول، 3 سنين ديال العلاج درناها سليناها. قالوا لي على سلامتو راه مزيان، ولكن دابا كنترول. عطاونا شهرين، يلاه دوزنا شهر ونص عيا عاوتاني الدري، ولا تيرعف بزاف ديال المسائل. ملي رجعتو عاوتاني لمراكش، داروا عاوتاني تشخيص وداروا تحليله ديال العظام، لقاو بانه المرض رجع ب 90%. صافي، قالوا لي دابا غادي نبداو ليه علاج اخر كيماوي اخر، ولكن هو مجهد على اللي دار في الاول، ولكن قالوا لي خصو الزراعه ديال النخاع. ديت خوتو، عنده جوج خوتو صغير وكبير، ديتهم، درنا التحاليل، عاونونا محسنين الله يجازيهم بخير في كل بلاصه. درنا التحاليل، ولكن ملي خرجوا لنا التحاليل الاخوان ما نطبقوش معاه. صافي، كمل في داك العلاج الكيماوي، دابا راه دار الحصه الاخرى في هاد الشهر اللي فات، وعنده كنترول، باقي تيمشي. الحاله ديالو دابا نورمال، راه مزيانه، ولكن الطبيبه قالت لي خصك ضروري الزراعه ديال النخاع، ومادام ان الخوت ما منطبقينش خصو شي متبرع ولا، ولكن العمليه تتكون على برا. تمنيت انا كنت غادي نتبرع ليه، ولكن قالوا لي حتى انت الا بغيتي تبرعي ليه خصك تمشي على برا، تما فين تدار العمليه. دابا قالوا شي متبرع، ولكن على برا، والثمن غالي بزاف، 200 مليون، وهذا حنا ناس على قد الحال. ما سميتو داكشي علاش تناش جميع المحسنين اللي تيشوفوني واللي تيشوفوا هذا الوليد، هذا حتى هو باقي بغى يعيش، باقي بغى يقرا، باقي بغى يدير بزاف ديال المسائل بحال صحابو. الله يجازيكم بخير، والله ينزل في قلوبكم الرحمه. اللي شاف هذا الفيديو وبغى يتعاون مع هذا الولد هذا، ما كرهناش، الا لقينا اللي يتعاون معاه يمشي حتى هو يدير عمليه ويعيش بحال صحابو. وهذا الله يجازيكم بخير، الله يرحم لكم الوالدين. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيه ليصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.